مشاهدينا، بعدنا متابعين معكم برنامج دور جديد على قناة دور السرق، ومنستقبل أخصائية التغذية اللي صرتوا معودين على وجودها معنا وعلى النصايح الحلوة اللي مثلها. ماريا عماد، أهلا وسهلا فيك برنامج دور جديد. ميرسي ريتا، أهلا فيك. ماريا، موضوعنا اليوم كتير بحم أهم المشاهدين، اللي هو كيف ممكن نتبع نظام غذائي سليم أثناء دوام العمل. خبرينا شو يصير عن هالموضوع. عادة العالم كتير بينصحوا هن وعم يشتغلوا، خصوصا إذا عم نحكي عن الشغل يلي كل الوقت أنت قاعدة ورا الديسك، يعني شغل المكتب، عندك ميتينجز، بتقعد 8-9 ساعات بالمكتب، هذا الشيء بأدي لزيادة وزن على طول، خصوصا إذا عندك هول الكونديسيون بالشغل. أول شيء إذا كان عندك ستريس بالشغل، بدك كثير تلهي حالك بشيء تاني تما تكون كثير ستريسي، رح تلتهي بالاكل، بتقعدي تاكلي زياده، زهق كمان اذا كنت كثير عم تشتغلي وزهقانه ودوام الشغل كثير طويل كمان، هذا الشيء بخليك تلقمشي اكثر، كل الوقت انت قاعده على الديسك بتصير تلقمشي اكثر. كمان الناس اللي عم تشتغلي معهم، اذا كانوا كثير بحبوا الاكل وعلى طول بجيبوا معهم اكل، وهيدا الماما عملته هول الحلو نحن جايبينهم من البيت، وتعالوا نطلب دليفري هلا ونجيب شوكولا وتشيب. مظبوط، وعلى الكوفي بريك بينزلوا بجيبوا، او من الكافيتيريا بصيروا يضلوا يجيبوا اكل وحلو، هذا كمان بخليك انت تكون معرضه انك تاكلي اكثر، لانه عندك عالم قدامك عم ياكلوا، فاكيد انت رح تنجري معهم وتصيري تاكلي اكثر. حتى لو كنت انت عم تتبع نظام غذائي عم تشوفين عم ياكلوا، بيقولوا لك يلا معلي كل هالقطعه ما رح تاثر، انه اذا مشيها انه ما رح تزيد شيء على النظام الغذائي، ولكن مبلا اكيد باثر، خصوصا اذا قطعه ورا الثانيه وهيك. عندي كمان اكتريه العالم حتى لللانش بريك ما بياخذوا وقتهم انهم ينزلوا على الكانتين او على الكافيتيريا تا يتغدوا، بضلوا ورا الديسك وبياخذوا وجبه الغداء ورا الديسك. اول شيء هذا مش منيح، ليه؟ لانه بكونوا عم يتلقوا اتصالات وعم يشتغلوا قدام الكمبيوتر، بيكونوا ملهيين، يعني بصيروا معرضين انهم ياكلوا كميه اكبر. ليه؟ لانه راسهم ما عم بيركز بس على الاكل، عم بيلتهي بغير قصص، وما رح تحس بالشبع دغري ب 15-20 دقيقه، رح تاكلي كميه اكبر. زيت الشيء بس نحكي الاولاد نقول لهم ما تاكلوا قدام التلفزيون، هون زيت الشيء كمان قدام الكمبيوتر وقدام ال. انا هي بلاحظها القصه من حالي، انه اوقات بقول يلا عم باكل خلينا احكي حدا نتسلى نحن وياه، طب ما اكل لحالي صح، بصير اكل دوبل وتريبل واربع مرات وما بحس على حالي شو عم باكل، بالاخر بحس بجاني بطني شو اكلت شو عملت. صح، لازم هي القصه ابدا قدام التلفزيون وقدام التليفون ابدا ما ناكل، خصوصا اذا كنت جايبه كميه كبيره. صح، رح تاكليها كلها شيء طيب. مزبوط، بتصير تاكليها كلها كمان، سو هذا كثير غلط. كمان على الديسك غير انه رح ننصح اكثر اذا اكلنا قدامه، هو مليء بالبكتيريا، خصوصا الكيبورد الماوس مثل السليلر، زيت الشيء كثير فيهم بكتيريا، سو ما لازم ابدا ناكل نحن عم ناكل نكون عم يعني نحن ورا الديسك وعم نشتغل وعم ناكل بذات الوقت، الا اذا بدنا نطهر الديسك والماوس وكل شيء عم نستعمله نحن وعم ناكل، هذا الشيء كثير ضروري لانه هذا بيؤدي كمان لتسمم غذائي غير الاكل يلي اذا ما كان نظيف. سو بدنا ننتبه لهالشغله. كمان قاعده ورا الديسك كثير مضره، لانه الواحد لازم تقريبا كل 20 دقيقه يقوم يغير قعدته، يقوم يمشي شوي حتى ياخذ موتيفيشن. هو اللانش بريك لازم تاخذيه تترتاحي وتقدر تكفي انت شغل وتكوني بنشاط اكبر. سو كثير غلط تضلك قاعده ورا الديسك ما تكوني عم تاخذي انت قد مأذي للظهر للجسم. صح، لتشوه شكل الجسم. صح، حتى كل وقت قاعده غلط. مزبوط، ما بتكوني عم تقومي تطلع الدرج وتنزلي مثلا تروحي على الكانتين او على الكافيتيريا تاخذي وجبه الغداء. سو كثير ضروري الواحد يضل يقوم ويتحرك ويتفادى انه ياكل ورا البيرو. سو هيدي كمان شغله بدنا نتفاديها. مثل ما قلنا عنا الستريس الزهق وهول كلهم طيب ماريا، شو ممكن الواحد ياخذ معه هيلثي سناكس او اكل صحي، نقرشه صحيه ممكن ياخذها على شغله؟ اهم شيء يفكر قبل بوقت على طول انه لازم ياخذ السناك معه، لانه اذا راح على الشغل وما كان معه هول السناك رح يضطر ينزل على الدكان يجيب تشيبس، او الناس اللي معه يضيفوه كمان شوكولا وتشيبس ويكلهم. سو بدي يفكر اذا عن جد بده ينتبه على نظامه الغذائي، قبل بجمعه يروح على السوبر ماركت يجيب الاغراض كلهم ويتركهم عنده بجرور المكتب، مثل هيدا هون سناك على طول اخذهم تا يكون بس وما ياكلهم فرد مره. ما ياكلهم فرد مره، لانه في اشخاص كمان بياكلوهم فرد مره، لانه بيشوفوا قصص بيقول يلا هلسي 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 بيخلصوا وما بحسوا، مثل علبه الكورن فليكس بيجيبوا مثلا علبه الفتنس او كل هول الصحيه الهول جرين فيها فيتامينات بينزلوا فيها كلها، لو حاطينها قدامهم على الديسك صح بيقولوا يلا هلسي هلسي هلسي، وبكون عم ياكلوا العلبه كلها سو ما بيكونوا عم يعملوا شيء. صح، هون الضروره بس نفكر بسناك نجيب العلب الصغيره، مثلا كورن فليكس نجيب العلبه الصغيره هيك بنخلصها قدامنا، ما بنعود نرجع نجيب غيرها.
كمان فينا نجيب الرونتس او الفواكه المجففه، هول كمان كتير وكمان كميه كثير صغيره، كميه كثير صغيره، او نحن فينا نقسمهم ببوكس صغيره او تابر وير صغيره او كيس صغيره، في حتى كيس صغيره بيكونوا خالصين. صحيح، بس انت ديجا كنت قلتي لنا انه كل حبه بتحوي تقريبا بين 7 و10 كالوري، مشان هيك هون ما لازم ما عم بنسيها بحياتك، رغم هيك لازم ما ماكسيموم يعني ناخذ معنا 10 حبوب. صح، 10 حبوب ولا 4 فواكه مجففه تقريبا، يعني مش اكثر من هيك. لان المجففه قد ايه بيحوي دخلك حكينا؟ يعني فيك تقولي كل ملعقتين كبار مثلا زبيبه او فواكه مجففه هن حصه فواكه، مثلا المشمش او المشمش 4 حبات او حبتين تين، حبتين تين مجففه، 4 مشمش، يعني ما بدنا بس هو اللي اسمه تو سناك صاروا، اذا هني مثلا ولوز او كاجو، ما بيقصر هو السناك، اذا بدك فيك تاخذيه بين 60 ل 120 كالوري، فاحسن كون عم تاخذيه من قصص بتغذي. حبتين مشمش قد ايه بيحوى؟ او 4 حبات، 4 حبات تقريبا 60 كالوري، يعني حصه فواكه، واثنين تين كمان، كمان 60 يعني، وهن حصه فواكه بيعادلوا، او ملعقتين زبيب كبار حلوين، معهم 7 حبات لوز او جوز او شيء وخلص، بيكون كتير بغزو، وهيك بتكون عم تاخدي منهم الكاربز والبروتيين. سو الكاربز تيعطيكي نشاط كل نهار وتكوني قادرة تتركزي، والبروتين لانه بده وقت لينهضم، بكون عم شبعك على فتره اطول. هو منيح قبل السبور كمان، مع الكافيه قبل السبور بيعطوكي نشاط وحيويه كمان. اكيد مزبوط. سو مثل ما حكينا قلنا الرونتس، الفواكه المجففه، لانه الفواكه ما فينا على طول ناخذها معنا اذا ما عندنا براد، سو بعدين ما بعوده منيح. صحيح، افضل نجيب الرونتس، الكورن فليكس عيب الصغيره، كمان فينا نجيب البوب كورن معنا، ليه؟ صحيح، لانه عاده الواحد بحب يحط كيس الشيبس حدا تيضل عم يلقمش ويتسلى، كون عم يشتغل بده شيء على طول يحط ايده هيدا الساسيون، انه كل شوي عم ياكل، سو البوب كورن بدل ما يدخن كمان، بدل ما يدخن، سو البوب كورن بيكون كثير منيح لانه بكون عم يلاقي حاله عم يضل ياكل 3 كبايات مثل على طول بنحكي هن حصه نشويات، يعني قد ابعد خبز صغيره اللي هي 80 كالوري. سو 3 كبايات بوب كورن كثير منيحه بالنسبه لغير سناك. قد ايه كحجم الكبايه بدها تكون تقريبا؟ مثل يعني كوب الكورنفليكس اكبر من بال صغير، يعني اكبر من كاسه الشاي. بكون بال صغير 3 كبايات هن بعد له حصه من النشويات. سو كمان هالبوب كورن كثير منيح، ولكن ما بدنا نحط فيه مواد دسمه، 80 كالوري كمان، 3 كاسات هذا شيء كثير منيح اكيد، لان عندك مثلا علبه الكورن فليكس فيها تقريبا شي 112 كالوري. صح، سو البوب كورن بيكون عم بيلهيك على فتره اطول وهيلثي اكثر اكيد، واذا ما فيه مواد دسمه كمان كثير منيح بيكون. اي، وهو بينعمل كمان بلا زيت وبلا ملح كثير بيطلع طيب كمان. صح، واكيد اذا كمان عندك وقت قبل بوقت تحضري فيك تجيبي معك البروكولي، الجزر، كل الاساس كمان تلقمشيهم بيكونوا زيرو كالوري، انه يعني على كميه كبيره تيجمعوا. صحيح، حتى انا عم شوف هلا اصحاب الشركات كمان اصحاب الشغل بطلوا يضيفوا عندهم شوكولا او بونبون او شيء طيب، صاروا يحطوا عندهم كمان فواكه مجففه. صح، حتى ببيوتنا يعني صارين نعملها هيدا العاده، بتحسي كمان هيلثي اكثر، صارت العالم معوده عليها اكثر. اكيد، واطيب كمان، طيب اذا بتتعود عليهم اكيد بكون عم بتفيدها حالك وطيبين، وشو بتعود حالك تاكلي رح تتعود عليه. صح، طيب هلا نحن اذا ما نطلب دليفري كمان نحن وقاعدين بشغلنا، اعطينا نصايح، شو هي الاكلات الطيبه او شو ممكن ناخذ؟ ساندويتشز او سلات او بلايت؟ اهم شيء الترويق على طول ناخذها بالبيت، يعني اذا ما عندنا وقت ناخذ الترويق نجرب قد ما فينا نعمل التارتين وناخذها معنا على الشغل، لانه اذا ما كنا عم نتروق بالبيت رح نروح على الشغل او على الطريق نجيب منقوشه وكرواسون، هول كمان بيكونوا عم بينصحونا وبكون فيهم كالوري فيد، يعني بينصحوا وما بيغذوا، سو ننتبه لهالشغله ونتروق قد ما فينا بقلب البيت تنكون عم نعمل ساندويش ونحط فيه التركي والخضره، ما نخاف من فكره الساندويش او الباجيت، لانه هيدي الباجيت اللي رح تاكليها هي قد 4 دقيق، يعني منقوشه قد 4 باجيت عم تاكليهم، سو نجرب باجيت ناكل. يعني قصدك قد ايه كبره؟ الباجيت الوسط بهيدا العادية مزبوط، ما نخاف منها نقول لا انا ما رح اكل بالبيت باجيت وحط فيها تركي، هول ما هي بتنصح هي ذاتها مثل باجيت السمرة بتقصدي مثل سريال او هي ذاتها باجيت السمرة والباجيت الابيض يعني المكرر هن ذات الكالوري. هيدي قد شو قلتي؟ ذات الكالوري اثنيناتهم. لا انت عم تحكي عن النقيش المنقوشة، المنقوشة قد ثلاثة من هيك؟ مزبوط صح، يعني مفروض بالكل 5 سنين مرة ناكل منقوشة. مشان هيك بنقول انه تروقوا بالبيت احسن، لانه التشويسز اللي عندي كون بالبيت رح يكونوا 100 مرة احسن من اللي رح تاخذيه على الطريق. بس اكيد قصدك المنقوشة اللي بالفرن السميكة، مش منقوشة ال صح كاج. ما حدا عم يعملها رقيقة كثير، سو هي انه تتفادى هالشيء كل شيء بغذي بالبيت احسن، او خذ التارتين معك على الطريق، ولكن ما تترح
تركي حالك بلا ترويقه احسن ما تضطر تشتري هول القصص الكرواسون او المناقيش. حتى بالشغل بالكافيتيريا مرات ما بيكون في كتير تشويسز بيساعدوك. صح. لازم على طول كمان جيبي معك السلاد انت من البيت، واذا ما عندك وقت تحضر السلاد بالبيت مع الصوص تتلبكي فيها، فيك تجيبي تابر وير تحطي فيه خستين، بندوره كرزيه، توماتشريز، بروكولي او شيء، تاكليهم قبل ما تتغدى، تطلب الاكل الدليفري وبتكوني هيك عم تاكلي الخضره تبعك بدل السلاد. وشو فينا هلا نطلب مثل ما سالتي، شو فينا نطلب قصص هيلثي؟ اي نطلب قصص هيلثي، والصوص كمان اكيد كثير مهم بالسلادات. صح. اول شيء السلاد الصوص اللي فينا ناكلها هي صوص فينيجريت او ليمون اويل او حتى البلساميك، ولا اكثر شيء محبذ انه ناخذهم. أو إذا بدنا ناخذ مايو فينا ناخذها اللايت مايو، ولكن حط ملعقة صغيرة بس برا مفضل إنه ما نطلبها، لأنه ما بنعرف قد الكمية اللي عم تنحط بقلب هالصوص، بس معقول يكونوا كتير عم بكتروا المايونيز وما بتكون لايت. أو فينا نطلب الصوص مع السلاد على جنب ونحن نحط قد ما بدنا صوص، يعني ما نحط كل العلبة، نطلبها على جنب ونحط تقريبا نص، هيك بنكون عم نخفف الدهون والوحدات الحرارية اللي عم ناخذهم من الصوص. الاكل فينا نطلب على طول بلاديجور، شو بيكون في بلاديجور متوفر فينا نطلبه ونخفف كميه النشويات، يعني اذا حاطين بالبلاديجور مثلا كثير في رز او كثير في باستا، جرب نشيل كميه صغيره منهم ونركز اكثر على البروتيين الموجوده بقلب الطبخه. او فينا نطلب الحبوب او حتى الساندويش، نتفادى ساندويش البطاطا المقليه اللي هن ارخص شيء عاده، عالم تسترخص انه كل يوم بدي اطلب اكل، لا بدي اوفر شوي انه هذا كوست عم يتكلف، انا ما انا ما عم بشتغل كرمال على طول اصرف على الاكل، بيطلع شو ارخص شيء، ساندويشات البطاطا هول القصص اللي اكثر شيء يعني مطلوب. بس هن منين شو طيبين كمان، هن طيبين ولكن مش لازم كل يوم نطلبهم لانه كثير مضرين. مضرين ومش صحيين، ما عم يعطوك منافع لجسمك ابدا. صح. فينا نهار اللي ما كثير خبصنا فيه او ما كثير اكلنا بالشغل او حتى السناك ما كثير اخذناهم، فينا نسمح لحالنا انه ناخذ هالساندويش البطاطا او القصص اللي بنحبها، ولكن مش كل يوم. فينا نطلب ايام العاده، غير انه بدل رغيف الخبز نقول له على التليفون بس بدنا نطلب الاكل أبعى وحده بدل الرغيف، بلا مايونيز او بلا بطاطا يحط لنا شيء غير بديله، بس ملعقه كاتشب او الخضره يكترنا الخضره اللي فيها ويشيل البطاطا، هيك بنكون عم نخفف الوحدات الحراريه الموجوده بقلب الساندويش. صحيح. كمان اذا نحن كنا عم نجيب الاكل من البيت معنا بدنا ننتبه لحجم التابر وير، عاده عالم بكتروا بحطوا بالتابر وير كميه كثير كبيره، بركي رفيقي بالشغل او زميلي بالشغل بدي ياكل معي وبنذوقهم اياها، بالاخر بتاكليهم انت وحدك ما حدا بياكل معك، سو بتاخذي كل الكميه لإلك. صح. بدنا ننتبه انه نعير اذا فينا صحن نجيب الصحن تبعنا نحطه بقلب التابر وير تنشوف تقريبا قد الكميه، ما نكتر اكثر، او نصغر حجم التابر وير ونحطه باللانش بوكس تبعنا. بدنا ننتبه او نخفف النشويات حتى او كميه الرز والباستا وهول القصص اللي عم نحطها بقلب التابر. والملح كمان بحس كمان الملح لانه بيعمل ووتر ريتنشن وبخليك تكسبي وزن كمان لانه وزن المي. طيب بخصوص الكافيين، يعني بتعرفي بيروح على لانش بريك الموظفين او ان كان بالشغل كمان بياخذوا انواع كافيه بيكون فيها كثير من الدسم، خبرينا كمان شو عن هذا الموضوع. صح. بياخذوا عاده حتى كذا لانش كذا كافي بريك كرمال ياخذوا الكافي تتنشطهم اكثر، ياخذوا هالانرجي ويضلهم واعيين تيكفوا هالتسع ساعات شغل عم يشتغلوها. بدنا ننتبه انه اول شيء الكافي هي فيها زيرو كالوري. يعني اذا هون عم نحكي عن الامريكان كوفي او التركيش كوفي او القهوه العربيه اللي بنشربها هيدا زيرو كالوريز، واكيد فينا نشرب منها قد ما بدنا، ولكن في كميه كافيين محدوده لازم ناخذها بالنهار لانه اكثر رح ننصاب بالتوتر، رح نصير معصبين اكثر، حنبطل فينا بالليل نركز، وبكون عندك بصير عندك ديبندنس على الكافيين، بصير ترشفي، بصير بدك كميه اكبر. سو قد ايه هي الكميه اللي فينا نشربها ماكسيموم بالنهار؟ 4 كبايات كافيين اللي هي 400 ملي جرام كافيين بالنهار، كل كبية فيها 100 ميلي جرام كافيين. سو فينا ناخذ 3 لـ 4 كوب كافيين بنهار او قهوة. هلا القهوة كيف بدها تكون؟ اكيد بدنا نتفادى الكريمر اللي بنحطه على طول، الكريم والقصص ال الكافي ميك مثلا فات فري. فات فري هو 20 كالوريز ما فيه، مزبوط فيه 20 كالوري او 10 كالوري بالملعقة الصغيرة. اي انه كل الكبية بتحط 2 مزبوط ملعقتين، ولكن احسن انه ما نستعمله لانه فيه كتير مواد اصطناعيه. صحيح. وما بتغذي، عاده العالم عم تستبدله بالحليب الخالي من الدسم. سو احسن انك تاخذي الحليب الخالي من الدسم بدل هالكريمر اللي عم تحطيه. انا الاشخاص ما فيهم يشربوا حليب كرمال هيك مضطرين. صح مضطرين، اذا فيك لازم احسن انه تاخذي هيدا الحليب بداله، بس ثلاث ارباع العالم حتى ما عم ياخذوا الحليب، بفضل كافي ميت اسرع بحطوه. كمان الحليب او الساشيات 2 ان 1 او 3 ان 1 كمان. صح. اسرع واسرع لهم. صح صح. وهول كلهم بيكون في مكونات انت ما بتعرف شو هي. صحيح. عشان هيك بتكون مضره،
وانت اذا عملت انت الكافي تبعك بتكون عم تتحكمي اكثر بالانجريديان وبالكالوري اللي عم تاخديها، فافضل انت تعمليها. واذا فيك تحطي حليب خالي من الدسم اكيد احسن من الكافي ميت. هلا في شغله انه عاده الكالسيوم الموجود بقلب الحليب مع القهوه، القهوة بتخفف امتصاص الكالسيوم الموجود من قلب الحليب، ولكن بضل احسن من انه تاخذي كريمر اصطناعي وتاخذي شوية كمية كالسيوم احسن من بلا من قصص اصطناعية. كمان ننتبه للسايز القهوة اللي عم ناخذها، عادة ما بناخذ بس كباية صغيرة او شيء، بنجيب هيدا اللارج سايز مع الكريم والكراميل وهول القصص المحليات. انا ما بتحملهم ابدا، بشوفهم عم يشربون بحس انه لا اخذ مثلا شي تارت اوف فريز او اخذ شي كنافه اطيب، لانه قد ما بيكونوا دسمين بطلت كافي يعني. صح، لكن في كثير عالم معودين عليهم بحبوا هذا البوس كريم بحاجه له، بقولوا لك تيكفوا الشغل، لكن فيهم يشربوا القهوه مثلا مع كورن فليكس او شي ثاني حلو بضل احسن من هالمحليات اللي عم بيكونوا موجودين. والسايز الكبير يعني انت هون عم تاخذ تقريبا 400 ل 500 كالوري بفنجان قهوه مع الكريمر والكريم اللي على فوقها والكراميل كمان اللي بحطوه او الشوكولا، مرات كمان بتحطي شوكولا بالقهوه تبعي. صحيح، سهول كلهم كثير بيجمعوا بيعملوا لك تقريبا قد وجبه غدا، يعني 500 كالوري هي وجبه عم تاخذيها، وانت ما عم تشربي كوب واحد من القهوه بالنهار، عم تشربي كذا واحد. فالافضل ناخذ القهوه ساده سوداء بلا شيء، حتى المحليات الاصطناعيه نبتعد عنها كمان، مش على طول، فينا نمرق مرتين بالجمعه بس مش كل يوم، لانه المحليات الاصطناعيه كمان هي ما بيهضمها جسمك، سو بضل على باله بو سكري، يعني انت ما عم تكفي بهالمحليات بضل بعدين على باله، بترجع بتاكلي قصص السكر من بعد ما تاخذي هالمحليات الاصطناعيه، لو ما فيهم سعرات حراريه. عم بصير الواحد يطلع على باله ياخذ سكر اكثر واكثر كمان. صح، لانه بضل مثل البرين تبعك ستيمولي انه اخذ تقريبا بوسي كريم، بس هذا مش سكر، سو بضل يطلب اكثر. زيت الشيء بالبيبسي دايت وهول القصص كمان نتفادى البيبسي دايت بالشغل، لانه بنكون عم نشرب نحن تقريبا قهوه 3 لـ4 مرات، والبيبسي فيها ديجا كافيين كمان، بنكون عم نزيد الكافيين على الابار تبعنا بالنهار، سو بدنا نخفف من وقديش. كمان مهمين التيزانات مثلا تتاخذ بالشغل بدل مضبوط بتروق الاعصاب كمان. صح، وبيلهوك كمان، وهذا شيء بسيكولوجيك صارت القهوه، يعني مرات تشرب قهوه انت بيكون يعني ما بينشطك او شيء، بس لانه انت حتى براسك انه هذا الكافيين رح يوعيك، سو رح تقنعي حالك فيك تشربي كذا شغله، او حتى اذا اكلت موزه او خضره رح يوعوك مثل الكافيين، او تمره مثلا، او تمر ده بيعطي انرجي كمان. صح، لانه فيه نشويات، ونشويات منا دغري بتنهضم بالوقت، يعني بضل الانديس جليساميك او سكري بالدم بضل عم يعلى على فتره، سو هذا بيعطيك نشاط على فتره مش دغري مماطنه. يعني كثير مهم ناكل الفواكه المجففه، هي الفواكه بكل بشو ما كان، يعني كاستاك بتحسيها انه طيبه وبتسلي وبتخفف لك شويه لقمشه كمان امامتها. فينا نخفف كمان شرب الشاي بالشغل، لانه كمان الشاي فيه كافيين، فبناخذ بداله زهورات او كامومي او حتى المي. المي كثير اساسيه، لانه مرات بتكوني زهقانه بتفكري حالك جعانه، انت ما بتكوني جعانه هون، بتكوني لانك زهقانه، اذا شربتي مي رح تشبعي. حتى الجفاف، اذا كنت ما عم تشربي مي الجفاف بيؤدي لقلة التركيز، سو لازم تشربي على طول مي تتكون عم تركزي اكثر. طب الجرين تي فيها كثير كافيين كمان، انا مثلا شخصيا بتقلقني. فيها، لانه فيها كميه كافيين مزبوط، مش قد اكيد مش قد القهوه، ولكن فيها كافيين، سو لازم ننتبه يعني مش اكثر. الواحد اخذ فنجانين ثلاثه خلص يعني، اخذ كبيه صح، انه تقريبا فنجانين يعني خلص رح يوعوك كثير، انه فيهم كافيين. يعني مش اكثر من فنجانين اذا بدك شاي بالنهار تاخذيهم. والمي يعني انت المي بدها تضل حدنا على المكتب تنضل نشرب، لانه اذا ما كانت قدامنا ما حنشرب، اذا تركناها حدنا كل شوي رح نضل عم نشرب ونلتهي عن الاكل، بصير نشرب وبنحس بطنا انه خلص شبعنا، ما بنقعد نلقمش القصص اللي على بالنا نلقمشهم. صحيح، حتى في عندك عالم بفكروا انهم جوعانين على بالهم شوكولا، هذا الجوع على شيء واحد مثلا او على السكر ما بيكون جوع، هذا بيكون زهق، مشان هيك لازم نميز. صحيح، الجوع بتاكلي حيلا شيء، اذا كان عندك صحن فاصوليا قدامك او شو ما كان عندك قدامك رح تاكليه على الجوع، ولكن الزهق بيكون عندك شغله وحده على بالك تاكليها. صحيح صحيح. كمان ستريس كمان بيعمل استرس. هيدا الشيء بتحسي نفس الشيء كمان، بصير الواحد يطلع باله شوكولا، يطلع باله كل الوقت يلقمش كمان اكثر واكثر. فينا نترك الشوكولا المر عندنا بجارود، جارود السناك اللي قلنا بدنا نحضره قبل بجمعه لكل الجمعه، بس قطعه صغيره، قطعه صغيره او الحبه اللي بنقدمها عاده للعالم اللي هي بتكون كاري شوكولا نوار، فينا ناخذها هي قد تقريبا حبه فواكه، او فينا ناخذ البار، فينا ناخذ بس 2 مكعبين صغار من البار تبعنا از سناك. 70% كاكاو لازم كمان 70% كاكاو تنكون عم نستفيد اكثر من الانتي اوكسيدان من الغذاء الموجود بقلب هيدا الشوكولا والحديد.
طيب بعد عندنا 5 دقائق ماريا، خبرينا شو نصايح بتقدميهم للمشاهدين اللي عم يسمعونا هلا، اللي قاعدين بشغلهم عم يحتاجونا، شو بتقولوا لهم؟ اهم شيء مثل ما حكينا انه بدهم يشربوا كثير مي، حتى بس يكونوا زهقانين جربوا يشربوا مي، لانه بركي يشبعوا دغري، بيكون او عندهم جفاف او بيكونوا زهقانين، سو بس يشربوه حيمشي الحال. او يجيبوا معهم على طول السناك قبل بوقت من البيت، يحضرون الخضرة، البروكولي، الجزر. ما نخاف من الجزر، عادة العالم بيقولوا لك انه الجزر بينصح، بخافوا منه، بيقولوا لك في عالم بينصح على الجزر، هذا شيء مش مزبوط. الجزر مثله مثل غير خضرة وفواكه ما بينصح، سو بدنا نرتكز على هذا الشيء. قد الكالوري بالجزر ماريا؟ كباية واحدة من الجزر، يعني اذا عم تقصيها روندال كباية هي 25 كالوري، مثلها مثل حي خضرة تانية. أو حتى إذا بدك جزرتين، جزرتين هنا 25 كالوري. ماشي يعني. مزبوط. طب ليه العالم بتقول بنصح الجزر؟ ما بخاف حتى بس ينسلق، بقولوا لك بركي بتتغير الكومبوزيسيون بصير نشويات، بضل خضرة. وليه بيقولوا كله سكر وما بيسوى تاكلوه بنصح؟ مش مزبوط، مثله مثل حيلا غير خضرة، كله مثل بعضه ما بينصح، ما نخاف من الجزر. أحلى خبرية خبرتيها. أكيد فينا نلاقي مش قد ما بدنا جزر بنهار. جيب معنا كيس جزر وناكل، هيك بنضل عم نتسلى فيه وما بنكون عم نصح. طيبين حامض كمون عليهم، وفيه فيتامين A وفيتامين C كمان بيحلو من الرشح، البرونزاج، البيتا كاروتين كمان اللي بقلبه، صح، البيتا كاروتين للجلد، انه انتي اوكسيدان للبشره، حتى الايجينج، صح، صح، كثير مهم. سوري قطعتك. لا ما بيأثر. شو كنا عم نحكي عن السناكس؟ عن السناكس كمان كنا عم نقول نجيب معنا جزر كمان، ونجيب تبروال صغار كمان، صح. والصحن اللي بدنا نتغدى فيه نقسمه، عادة كنا نسمع بشيء اسمه بيراميد اليمنتير او الهرم الغذائي نحن وصغار، كنا على طول هيدا، ولكن بال 2011 غيروه صار اسمه ماي بليت او الصحن الغذائي اليومي، بطل الهرم، صار شيء اكثر براتيك ليومك. هو كيف مكون هذا الصحن؟ بيجي الصحن نصه فواكه وخضره وتقريبا قطعه من البروتيين ودوتير نشويات، يعني هيك صحنك كل يوم على الغداء لازم يكون، يعني لازم يكون النشويات اكثر من البروتيين؟ اكثر بشوي وقطعه بروتيين. سو يا ولكن عم نحكي هون يعني نص الصحن، الدوتير تبع نص الصحن، مش يعني كميه كبيره من النشويات، بنقول احنا لازم نخفف النشويات. اكيد. سو نص الصحن على طول نقسمه يكون فواكه وخضره، ونص الثاني بين بروتيين ونشويات، يعني مش نكتر النشويات يكونوا اكثر بنص الصحن. نص الصحن بده يكون فواكه وخضره، والنص الثاني بين البروتيين والنشويات. بس ماريا مثلا الرياضيين بدهم ياخذوا اكثر بروتين، يمكن بدهم اكثر من هيك. عاده هيدا مثل راجل ستاندار بيقولوها، انه المراه عايزه تقريبا 90 جرام، يعني فيك تقولي 90 جرام او قطعه ستيك بحجم الايد تقريبا، وكل الرجال هو فوادو، يعني اثنين من اثنين قد كف ايدك، اثنين قطعتين ستيك تقريبا، هاي راجل جنرال بيقولوها. سو القطعه نحن على طول القطعه قطعه واحده وهو قطعتين، سو هيك فيك انت تعايري صحنك. سو بهالقطعه اللي عم نحكي عنها الدوتير من النشويات والانتيير اللي فيها بروتين، بتحطي قطعه وقطعتين للاتلات او الحبل، البروتين معيار العام تبعه، صح. حتى من النشويات بنكون عم نحكي كمان، مش ضروري الرز، الباستا، البرغل والخبز، كمان عم نحكي عن الحبوب. أكيد. الحبوب كثير مهمه، مشان هيك رح تكون شقفتها اكبر من البروتين تتغذيها، صح، صحيح. وهيك لازم ينتبهوا كثير يعني على هول القصص كرمال ما يقدروا يكسبوا وزن بخلال الشغل. ماريا بدنا نشكرك لوجودك معنا، بدنا نشكرك على هالمعلومات الحلوه اللي اطلعتينا عليها كمان، وان شاء الله بنشوفك هلا بحلقات جديده. على رد. مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله تكونوا حبيتوا المواضيع اللي طرحناها عليكم. ما تنسوا الاعاده الساعه 11 ليلا، وكمان ما تنسوا تعملوا لنا لايك على الفيسبوك بيج، وكمان نهار الاثنين يعني ماكسيموم يومين من اليوم بتشوفوا حلقاتنا كلها على اليوتيوب. بونجورني.